انا فاكر انت هنا بقالك كتير. ازيك يا عم؟ استغفر الله. اهلا يا حاج. ازيك يا بابا؟ اتفضلي. ازاي امك؟ محدش بيشوفها يعني. اصل الروماتيزم بتاعي برجليها اليومين دول يا عم. الا فاطمه انت اصغر ولا ايه؟ هو العيب يعرف سني يا حاج. بابا انت فيك حاجه متغيره النهارده، وشك محلو كده ومنور. مش شايفه يا بنت انه سابخ شعره؟ لا يا حاجة، عمي طول عمره شباب ويحب صحبة الشباب وقعدتهم. ربنا يريح بالك ويروق حالك. هو حد واخد منها حاجة؟ يعني احنا يا اختي كنا خدنا منه ايه؟ أنا على رأي المثل بره وجوه فرشتلك وانت مايل ايه يعدلك. وعامل ايه يا عمي مع الضرايب؟ لو في أي حاجة أنا تحت الأمر. أيوة يا بابا، أصل فتحي ناوي يفتح مكتب محاسبة، ويا ريت هو اللي يمسك لك ضرايبك. ريحوا نفسكم، أنا أحب أعمل شغلي بنفسي. حكيم الأرزاق دي أسرار ما يصحش حد ينطلع عليها. الكلام اللي بتقوله ده يا سيد، هو فتحي ابن أختي غريب؟ اشحال ما كانش بعد كام يوم هتقول له يا جوز بنتي؟ أنا مش هتغدى، حضروا السم الهاري. تأمن على الصلة وتفضل يا حواد، وتتعشى وتقفل كويس قبل ما تنام، سامع؟ حاضر يا أسطى. يلا بينا. يا اسطى مدحت. ايه يا فرزيه ما روحتش ليه؟ هتعمل ايه الليل؟ الليل تعبان، هروح البيت دي بيت السكريه ودغري على البيت اريح جدتي. يعني ايه؟ مش هشوفك ولا ايه؟ والله ما تفوتي الليله ده يا فرزيه، بقول لك تعبان، تصبح على خير. يا ساتر، بنت فوزيه دي بقت قلقه قوي. انا مش عايزك تبقي زي بنات المسبغه دول، دول بنات اغبياء ما بيفكروش غير في حاجه واحده وبس. ما تفكريش في الشغل، انا هقف جنبك، ما تخافيش، اساعدك واخليك الكل في الكل. الله انت بتمد ليه؟ يا الدنيا طارت. انا بس خايفه اكون مستعجل ولا انا مش مستعجل يا اختي ولا حاجه، وانا ورايا حاجه، ده انا مقطوع من شجره، ما عنديش غير اخت واحده وبس. ان شاء الله يخليكوا لبعض يا رب. بس يا مدحت انا عايزك تفتحي مخك كويس وتفهميني، بالك انت لو فهمتيني هتكسبيني، فاهمه؟ يلا. خش. هو ماله ضلمة كده ليه؟ تعالي ما تخافيش. ده بقى بيت المعلم؟ وعنده زيه ثلاثة. إلهي يزيده كمان وكمان يا رب، الحق راجل طيب ويستاهل كل خير. لا يا شيخة، والله أنت على نياتك. تعالي. تعالي تعالي. خش. معلش يا مكركبة حبتين، انما هبقى اضربها لك واخليها لك اخر قسطة. لا ما تتعبش نفسك انت يا استاذ مدحت، انا هبقى اروقها. طول ما انا موجود ما تحمليش اي هم، عشان تعرفي ان المعلم ده راجل نتن، كان شاف لك مطرة احسن من ده، ما هو عنده شقق كتير قوي قافلها، راجل اناني شلفش. اشجان
اموت انا في البتنجان. بختك يا عم بختك بختك يا عم شغل شغل الشوكولاته وعرفنا في الاراضه شغل شغل الشوكولاته وعرفنا في الاراضه عطك يا عم بختك بختك يا عم خد يا اخوي دول شوية يا مستكة. نعم يا باشا 25 جنيه في ساعتين وحشين ايه ده مستكة ده 130 جنيه الله وانا حكسيك يا كابتن ده انت غريب قوي انا مبسوط كده يا مستكة يا حلو يا قنوع حفلة جاية انت مستكة يا اخوي حلمكم على الراجل شوية ده حلو على قده شماري دي جلابيتك لفوق عشان تتحركي براحتك ودوسي كويس شمار يا اختي انا اصلا مش متعوده على كده يا استاذ مدحت ما تشمري عين امك خلي نص عين البضاعه يا اخلص منك ليها اشوف شغلكم يا جدع افتحي مخك معايا يا زينات ما تخليش ولاد الابلسه دول يشمتوا فيكي شماري شماري ودوسي كمان نار نار بتبحلق في ايه يا اخويا؟ ولا حاجة يا اسطى بحلق في شغلك حاضر يا اسطى عجبتك البضاعة يا اسطى؟ بعدين معاك يا فوزية خليني اشوف شغلي اشتغل ها ومش مستريحة في شغلتك دي؟ الشهادة لله يما لولا الاستاذ مدحت العفريت انا كان زماني سبتها من اول يوم وربطولك اجره قد ايه؟ الاستاذ مدحت عمل لي 20 جنيه في الجمعه 20 جنيه؟ وماله جه على نفسه قوي كده؟ ده انت كنت بتديهم لنا وانت على ذمه الموكوس اللي اسمه رمضان الله يما واحده واحده ده احنا لسه بنقول يا هادي وعلى ايه يا حبيبتي؟ ده انت لو خدمت في البيوت هتكسبي قد كده طاقه اثنين اسمعي نعم تكلمي المعلم سيد وتقولي الاجره شويه ولا اكلمه انا؟ لا تكلميه ده ايه؟ المعلم ملوش دعوه بحاجه ابدا، الاسطى مدحت هو الكل في الكل، وبعدين المعلم ما بيرفضلوش طلب. الاسطى مدحت، الاسطى مدحت، انت ايه حكايتك مع الاسطى مدحت؟ يا بنت بصي لفوق شويه خلينا نشوف حالنا. قصدك ايه؟ امال انا شغلتك عند المعلم ليه؟ يا لهوي عايز انا ابص راجل قد ابويا؟ وماله؟ قال على راي المثل خدي الشاي بيدلعك ولا تاخدي الصبي يلوعك. والنبي مالكش حق يا استاذ مدحت ده شيء كتير قوي تصدقي وتامني بايه يا زوزو لا اله الا الله انا نفسي ما بقتش تتفتح الا وانا قاعد معاكي في الاوضه دي باكل عيش وملح اعمل ايه اصل اخوك وحداني ماليش حد يقول لي انت فين طب ما تتجوز يا اسطى ايه اللي حايشك وشرفك يا زوزو جربت حظي مرتين وطلع في شنك بس المره دي بقى دليلي بيقول ان ربنا يسترها معايا بس انت نشن كويس وانت تاكل ملبن انا نشن للصبح هو حد بقى ملبن
ليه؟ ما قدامك بطة ولا فوزية ولا نعناع؟ تبقى مش فهماني. اللي انت بتقولي عليهم دول مصايب، اي واحدة فيهم عايزة تتلايم على اي راجل عشان يصير